والوقوف أكثر على هذا الموضوع معنا من بغداد عبر خدمة سكايب سيد واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. سيد هاشمي، ما هي آخر تطورات بداية؟ شكرا جزيلا. الوضع في الأنبار، هناك وضعين، الأنبار مدينة الرمادي والفلوجة. الرمادي اليوم العشار استطاعت أن تطارد فلول القاعدة إلى المناطق الصحراوية، لكن في الفلوجة الوضع مختلف تماما. تم إحراق أحد المراكز الشرطة وإطلاق سراح أكثر من 100 معتقل من متهمين الإرهاب. الآن في هذه اللحظات تدور معارك عنيفة بين الجيش العراقي والعشار بمواجهة القاعدة. أنا أعتقد يوم غدا سيكون يوما ساخنا وعمليات كبيرة جدا في مناطق واسعة في الأنبار والفلوجة وفي المناطق الصحراوية. طيب، هذا عن الوضع الميداني، ماذا عن الوضع السياسي؟ هل هناك من جهود سياسية لتخفيف الاحتقان في الأنبار؟ بالتأكيد هناك ليلة أمس كانت حوارات مهمة هي التي أفضت إلى هكذا اتجاهات. أولا عودة الشيخ أحمد أبو ريشة إلى بغداد واتفاقه مع المالكي بصفقة لم تعلن الآن، لكن أنا أعتقد سيتم إطلاق سراح النائب أحمد العلواني عبر القضاء. خرج الشيخ أحمد أبو ريشة عبر التلفزيون الرسمي العراقي ليعلن عن توحد قوات الصحوة مع العشائر مع الجيش العراقي لمطاردة القاعدة، فضلا عن حوارات سياسية بين الدولة وإدارة الأزمة بشكل آخر. طيب، بغض النظر عن هذا، كان من لافت إعلان قوة الأمن العراقية إلقاء القبض على واثق البطاط الشيعة المتشدد، هل من رسالة خلف هذا الإعلان؟ بالتأكيد هناك رسالة، باعتبار أن خصوم المالكي من الأطراف الأخرى السنية تضغط وتقول أنك لا تعتقل إلا السنة ولا تعتقل ما تسمى بالميليشيات الشيعية التي تحمل السلاح. أنا أعتقد الرسالة كانت واضحة اليوم باعتقال الواثق البطاط وإيداع أحد السجون في بغداد، وهي رسالة قد تكون أيضا متجاوز أزمة سياسية خطيرة يعاني منها العراق. شكرا جزيلا لك دكتور واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، على حسن الإفادة.